دروب التنمية، برنامج إخباري يتابع مؤشرات التنمية على مستوى مختلف قطاعات الولاية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بأسماع حضرتكم إلى هذه المحطة الأثيرية على أمواج إذاعة الجزائر من باتنا، والتي نخصصها اليوم بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للصحافة الموافق لتاريخ 22 أكتوبر من كل سنة، للحديث عن مهنة المتاعب بولاية باتنا وإبراز أبرز النشاطات المسطرة بالمناسبة مع التنظيمات الإعلامية النشطة في هذا المجال. ولإثراء الحديث في هذه الحصة نتشرف باستضافة الزميل هشام أرزقي، رئيس جمعية المراسلين والصحفيين الأوراس، إلى جانب الإعلامي صالح سعودي والمراسلة الصحفية رانيا كافي، وهما من الأسماء الإعلامية النشطة في مجال الإعلام الجواري المحلي بولاية باتنا منذ سنوات طويلة. مرحبا بالجميع هشام، مرحبا بك. شكرا أخي حسان، تحية لك ولكل الزملاء والزميلات في إذاعة الجزائر من باتنا، وأيضا كل المنتسبين لأسرة الإعلام في ولاية باتنا، لنهنئهم اليوم 22 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، مع تمنياتنا لهم دائما بموفور الصحة والسلامة أولا، ثم كل الموفقين إن شاء الله في مهامهم النبيلة. زميل صالح سعودي، شكرا زميل حسان على حسن الاستضافة، تحياتي للجميع لأسرة الإذاعة ومستمعيها إن شاء الله. رانيا مرحبا بك. وبك مرحبا، شكرا أستاذ حسن على هذه الدعوة، نقول كل عام والأسرة الإعلامية في ولاية باتنا بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. الحدث اليوم إذن هو 22 أكتوبر، اليوم الوطني للصحافة، الذي تم ترسيمه من طرف رئيس الجمهورية اعترافا بالمهام التي تقوم بها الأسرة الإعلامية في خدمة الوطن والمواطن. بداية، ما هي معاني هذه المناسبة هشام؟ فعلا الحمد لله، في ولاية باتنا كما باقي ولاية الوطن في كل سنة في هذا اليوم 22 أكتوبر، يعني الأسرة الإعلامية تحتفي بنشاطات متنوعة أكيد، ولكن يبقى الأبرز فيها هو الالتفات إلى المهام النبيلة والمسؤولية التي الملقاة على عاتق الصحفيين في ولاية باتنا تجاه الوطن أولا، ثم تجاه المجتمع وخدمة ومرافقة جهود التنمية على مستوى الولاية، فوصولا إلى نقل ورصد انشغالات المواطنين في مختلف أوجه الحياة اليومية التي يعيشونها. طبعا اليوم الوطني للصحفي بالجزائر اللي يوافق تاريخ 22 أكتوبر من كل سنة، مناسبة هامة أيضا للصحفيين للتعبير أيضا عن انشغالاتهم تطلعاتهم وأمالهم في غد أفضل، في على الأقل نظرة أفضل للمنتسبين لأسرة الإعلام، كما هو معروف الصحافة هي مهنة المتاعب. في كثير من الأحيان يجد الصحفي نفسه بين المطرقة والسندان، فلا ذاك يرضى ولا الآخر يرضى، وهو الذي يتحمل الجميع. نعم. صالح، 22 أكتوبر هو محطة ذات بعد وطني تضاف للمحطات التي تحتفل بها الأسرة الإعلامية في إطار ممارسة نشاطها، إلى جانب طبعا محطة 3 ماي، اليوم العالمي لحرية التعبير. ماذا يمكن القول عن هذه المحطة التي تعتبر مكسب للأسرة الإعلامية في الجزائر؟ طبعا أستاذ حسني، في الحقيقة يوم 23 أكتوبر يعتبر واحد من المكاسب التي تستحق الإشادة وتستحق التثمين، هي إضافة نوعية أول للأسرة الإعلامية، وكذلك هي أيضا فرصة إن صح التعبير للوقوف مع الذات، وبالتالي لابد من الإنسان بقدر اجتهاده، يعني الزملاء الصحفيين بقدر اجتهادهم حتى يمنحوا الإضافة اللازمة، وهم حلقة محورية ومرآة عاكسة، وربما من خلال تسليط الضوء على مختلف الجوانب والقطاعات التي تهم يعني البلاد. ففي نفس الوقت يعني أي صحفي في نعلي تكون له نظرة وقفة ذاتية، نقول احنا نقد ذاتي ما قام به ما يجب القيام به، وبالتالي احنا راح نقول احنا هي فرصة تقييمية، وكذلك فرصة تحفز على تقديم المزيد. لأنه هذه مهنة الصحافة هي على كل حال مهنة نبيلة، وكذلك فيها الكثير من التضحيات، وهي في مرآة نقول عنها عاكسة لمختلف الأنشطة، عاكسة للمجتمع، عاكسة للإنجازات المحققة، وبالتالي بقدر ما يتم تسليط الضوء لابد أن تكون هناك مثلا نوع من انتقادات، نوع من التحاليل، نوع من الإضاءات، حتى
حتى يسير الإعلام مختلف الأنشطة ومختلف المنجزات المحققة في مختلف المجالات. رانيا كإعلامية من ولاية باتنا خاصة في السنوات الأخيرة برز اسمك مع بروز الإعلام السمعي البصري، كيف تقيمين هذه المحطة كإضافة للمشهد الإعلامي المحلي وحتى الوطني؟ أكيد العالم ككل يشهد ثورة مبنية على المعلومات وظهور أدوات جديدة ومواقع جديدة، حتى أن أصبحت الإنترنت بكل تطبيقاتها مصدر أساسي لكل هذه المعلومات بالنسبة للإعلامي أو المواطن كمستهلك. لأنه في السابق كنا نلاحظ أن الرسالة الإعلامية كانت تمر بخط أحادي، الآن الرسالة الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي هذه فتحت المجال أمام المستهلك اللي هو المواطن أنه يبدي رأيه من خلال تعليقات أو مشاركة هذه المعلومات التي يتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركتها مع الآخرين أو الإثراء، وهذا ما يضمن وصول الرسالة الإعلامية من المرسل إلى المستقبل. نعم، جمعية المراسلين الصحفيين الأوراس التي نستضيف رئيسها اليوم سيد هشام أرزقي، من ضمن التنظيمات الإعلامية النشطة في المشهد الإعلامي على مستوى ولاية باتنا خاصة في السنوات الأخيرة، نشاطات ثرية يتم تنظيمها في كل محطة لإبراز قطاعات تنموية مختلفة، لمرافقة الأسرة الإعلامية في زيارات سياحية لمختلف مناطق الولاية للاستكشاف والإطلاع. ماذا سطرت هذه الجمعية هشام هذه السنة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة؟ نعم، كما أردفت زميلي حسان، جمعية المراسلين والصحفيين الأوراس لولاية باتنا لتحتفي هذا العام بالذكرى 13 لتأسيسها. نذكر أنه الجمعية أسسها طبعا زملائنا من قبلنا سنة 2011 وحصلت على الاعتماد الرسمي سنة 2014. منذ ذلك الحين وهي تنشط بفروعها على مستوى ولاية باتنا من خلال تنظيم ملتقيات بالدرجة الأولى كلما حلت مناسبة اليوم العالمي أو اليوم الوطني للصحافة. فنحن لما استلمنا المشعل قبل 4 سنوات وصلنا في نفس النهج، فقط بنوع من التنويع وأيضا تكثيف للنشاطات، حاولنا أن نكون منفتحين أكثر على القطاعات الأخرى ونشركهم معنا أيضا في نشاطاتنا، لأنه في البداية والنهاية الصحافة هي بمثابة حلقة تربط بين كل القطاعات. كل القطاعات تحبذ أو ترغب أو تريد أو مطلوب منها أن تبرز جهودها أو ما تقوم به في شتى الميادين عبر الإعلام. لو يبقى منحصرا في المكان الذي تتواجد فيه، فالإعلام باعتباره شريك أساسي لكل القطاعات، استغلينا نوعا ما هذا الجانب حتى نربط علاقات وطيدة من خلال أولا اعتمدنا على إمضاء اتفاقيات مع مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات لتسهل علينا المهمة أكثر، ثم حاولنا تنويع النشاطات، لأنه لما نقول احتفالية ففي مضمونها الأساسي هو الاحتفال يركز على الترفيه وعلى الاستجمام وعلى ربما الخروج من الروتين اللي يعيشه الصحفي على مدار السنة. فإحنا نحاول من خلال نشاطاتنا أننا ننوع بين الترفيه من خلال السياحة، نشاطات متنوعة، خارجات ميدانية، مقابلة رياضية لفريق الجمعية، إلى جانب النشاط الرئيسي اللي نخصه له يوم دراسي حول موضوع ما من سنة إلى أخرى نختاره، ونرفقه بمسابقة للزملاء والزميلات المعتمدين طبعا على مستوى ولاية باتنا سواء صحفيين دائمين أو مراسلين لمختلف وسائل الإعلام. من خلال هذه المسابقة نمنحهم ذلك الدفع والتحفيز من أجل أنهم يبدعوا ويتركوا العنان لأقلامهم ولأفكارهم من أجل إنجاز البورتاجات وتقارير ذات مستوى أرقى ذات مستوى عالي. والحمد لله للعام الثالث على التوالي نلاحظوا أنه فيه تحسن في المستوى، فيه تنافس شديد بشهادة تزايد في المشاركة بشهادة لجان التحكيم التي تحكم هذه الأعمال. في العام الأول نظمنا المسابقة حول قطاع السياحة استلمنا 20 عمل، في العام الثاني حول قطاع الفلاحة أيضا 17 عمل في مختلف الأصناف اللي نذكر بها الصحافة المكتوبة، الإعلام الإذاعي والتلفزيوني وحتى الصحافة الإلكترونية.
وهذا العام أيضا حول قطاع الصناعة استلمنا 17 عمل متنوع في الأصناف الأربعة. طبعا إن شاء الله يوم هذا اليوم الثلاثاء في الحفل الرئيسي اللي نظمه اليوم على مستوى مركز البحث العلمي في جامعة باتنا 2 المعروفة بالمحافظة سابقا، الحفل الولائي لتتويج الفائزين في هذه المسابقة يرافقها يوم إعلامي حول قطاع الصناعة تحت شعار الاستثمار في الصناعة دفع للاقتصاد المحلي وترقية للولاية إلى الطليعة. فولايتنا الحمد لله يعني في عدة مجالات ولا سيما قطاع الصناعة في الأونة الأخيرة شهدت قفزة نوعية لا سيما في ميدان السيراميك للولاية تتبوأ فيها اليوم مكانة مرموقة جدا على الصعيد الوطني وحتى الدولي من خلال عمليات كبرى لاحظناها للتصدير. فالإعلامي هنا أعتقد في نظري أنا المتواضع أنه يجب عليه أن يرافق هذا الجهد وإن كانت هناك بعض الاختلالات أو المشاكل أو الانشغالات يرصدها وينقلها عبر وسائل الإعلام. أيضا من جملة الأنشطة رحلة سياحية اللي نظمناها يوم السبت المنصرم إلى بلدية مدوكا لنشكر بالمناسبة السلطات المحلية وجمعية السياحة والتراث اللي استقبلتنا يعني أحسن استقبال، كانت جولة ثرية جدا ممتعة وسمحت لزملاء بالتعرف يعني عن عمق على المكنونات السياحية للمنطقة. بالأمس فقط أمضينا اتفاقية يعني اتفاقية تربطنا مع مركز الأوراس للأشعة الطبية لصاحبه الدكتور رابح بوقلعة من تخفيضات وامتيازات لفائدة الصحفيين في هذا في الجانب الاجتماعي والصحي، عندنا مقابلة في كرة القدم، عندنا إمضاء اتفاقية أيضا أخرى مع مديرية الخدمات الجامعية باتنا بعقال تتضمن يعني جسور تواصل وتعاون مسابقات ربما ترعاها المديرية لفائدة الصحفيين والطلبة في نفس الوقت لأنه فيه الكثير من الطلبة الجامعيين سواء الذين يدرسون الإعلام أو الشغوفين بميدان الإعلام في ولاية باتنا. وأيضا ستكون للزملاء الصحفيين والمراسلين هكذا ورشات تكوينية لفائدة الطلبة المهتمين بهذا المجال. وعشية اليوم الوطني للشجرة اللي وافق 25 أكتوبر من كل سنة راح نمنح الفرصة أيضا للصحفيين في لفتة هكذا جميلة إنسانية أنهم يغرسوا بأيديهم أشجار بمناسبة اليوم الوطني للشجرة في إطار الاحتفاليات التي تنظمها محافظة الغابات والحظيرة الوطنية بلزمة بباتنا. التقليد أيضا الجديد الذي ارتأينا أن نؤسس له إن شاء الله ويستمر أكبر وقت ممكن هو تلك الزيارات التضامنية للذين سبقونا في ميدان الصحافة على مستوى ولاية باتنا، زملائنا لليوم ربما فيهم متقاعدين وفيهم مرضى في منازلهم، نطلع عليهم نشوف أحوالهم نطمئن عليهم نوصل لهم رسالة بأنهم لازالوا في قلوبنا على الأقل حتى ما تكونش أمور أخرى. وأيضا في إطار دائم الامتيازات التي نسعى كجمعية لتوفيرها رغم أننا لسنا نقابة، نعيد ونذكر لسنا نقابة للصحفيين فقط هكذا هيكل تنظيم يمثل الصحفيين بولاية باتنا، نمضي اتفاقية مع وكالتين سياحيتين لأول مرة على مستوى ولاية باتنا، وكالتين أيضا من بين أحسن وكالات سياحية في الولاية تتضمن خدمات وامتيازات وتخفيضات لصالح الصحفيين والمراسلين المعتمدين سواء تعلق الأمر بخدمات العمرة والحج والسياحة داخل وخارج الوطن، الحجوزات في رحلات السفر في الطائرات، أيضا على مستوى الفنادق، ولما لا تنظيم أيضا معهم رحلة في غد قريب إن شاء الله للصحفيين ونخليوها مفاجأة إن شاء الله. صالح من أقدم الأسماء الإعلامية على مستوى ولاية باتنا، أكيد تابعت وعايشت هذا الحراك الإعلامي إن صح التعبير على مستوى ولاية باتنا على الأقل، كيف تقيم المشهد الإعلامي المحلي في مختلف الأصناف الإعلامية وأنت ربما قلم قديم لما كنت طالب جامعي كنت تكتب خاصة في المجال التاريخي والمجال الرياضي ربما لما كان طالب ثانوي وفي المتوسط يعني الكتابة تعود إلى فترة المتوسط وفترة الثانوي على كل حال سعود الجامعي يعني واكبت مباشرة العمل الصحفي. هي في الحقيقة يعني هناك تحولات كبيرة عرفها المشهد الإعلامي في ولاية باتنا. احنا حصلنا الشرف انه ربما التحقنا بجيل اول اللي مش الجيل اللي تعلمنا منه الكثير في مرحلة صحة التعبير بسيطة كلاسيكية كالاعتماد على الفاكس، ما كانش رانا في زمن ثورة المعلومة ثورة الشبكة العنكبوتية، ما كانش هذا البريد الإلكتروني، ما كانش فيها المساجر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ولكن حاولنا يعني نرفع التحدي نذكروا الكثير من الوجوه اللي ربما متنا يد العون وكذلك يجتهد في مثلا نقولوا المرحوم محمد هوادف نقولوا الأستاذ
القادر الله يرحمه الأستاذ قادر شمل زكادة، وعدت أسماء يعني ربما تحضرش في هذه الفترة يعني بلغتي العربية والفرنسية. كانت في هذه الفترة ربما نقول إحنا إعلام ورقي، إعلام كلاسيكي، كانت الإذاعة، كانت التلفزيون، كانت الأمور ربما إلى حد ما بسيطة، لكن كان لغة الإرادة، كان اجتهاد فوق الميدان قدر المستطاع. كذلك حتى إذا كان كيشوفوا إحنا ثورات، كل ثورة التكنولوجيا الاتصال هذه في الفترة هذه ما كانش هذيك الحركية، بهذيك الصورة. نقول كان الاعتماد الجريد الأسبوعي كانت تنشط بسرعة، يعني كانت الأكثر حضور يصح التعبير دليل الفترة التسعينات وبداية الألفية كان الجريد الأسبوعية حاضرة. بعدها بمرور الوقت ولات يعني مع هذيك الحركية ولات الاعتماد على الأخبار اليومية. الأخبار اليومية هي نقول إحنا سجلت حضورها بفضل الفاكس، بفضل بعض التطورات يعني التكنولوجيا نوعا ما. بعد ذلك دخلنا في مرحله واحده اخرى وين يعني ولات حتى الانترنت كانت في تطور، يعني سمحت يعني قدمت خدماتها للاعلاميين، وكذلك ساهمت كذلك في تطوير اليه وسائل الاعلام المختلفه. وبالتالي هذا بين الان الماضي والحاضر راهي فرق كبير، مسافه تكنولوجيه ومسافه اعلاميه طويله. اكيد احنا رانا في زمن درك الان نقولوا احنا الاعلام قريب لاي مواطن. الان في فتره من الفترات نشوفوا الاعلام يعني راهو مجهود، يعني نشوفوا المجهود تاعو الكبير اللي يقوم به التضحيات الكبيره. الان يعني المواطن في حد ذاته بيقدر انه يكون صحفي، يعني يكفي انه بفضل الوسائل المتوفره يكفي انه يتوفر على هذاك على قدر من الكفاءه، على قدر من النظره العميقه للعمل الاعلامي، كذلك الامكانيات المتاحه. وبالتالي هو الذي هو في ذاته يكون شريك أساسي في ترقية وتطوير المهمة المهنة الإعلامية بشكل عام. صالح المرحو لفترة التسعينيات اللي هي بداية الانفتاح بالنسبة للإعلام المكتوب، يعني قبل ما تحدث عن الإعلام السمعي أو البصري، في تلك الفترة يعني كانت الفترة العشرية السوداء إن صح التعبير، كانت الأسرة الإعلامية مستهدفة. كيفاش قدرت الأسماء الأوراسية آنذاك تحافظ وترفع المشعل في ظل تلك التهديدات اللي كانت حتى تهدد الأرواح؟ فعلا هي كانت فترة عصيبة على كل حال، احنا تبعنا واحنا صغار وكذلك كنا متلهفين الإعلام، لكن في الحقيقة يعني كان فيها الكثير من التضحيات، كثير نقدر نقول حكا كاين نكران ذات، كاين تضحية، كاين كذا. يعني احنا في التسعينات في زمن العشرية السوداء حتى هضرنا في الإطار المحلي كاين يعني صحفيين ناشطين بشكل يعني بشكل فعال، كاينك حتى وسائل اعلاميه محليه لها نشاط. نذكر الان مثلا اسبوعيه الاوراس كانت تابعه مؤسسه النصر، الجمهور الاوراسي اللي كان يترأسه الاستاذ القاسم ربي يذكره بالخير وغيرها. يعني كان واحد الاجتهاد اعتقد بقدر هذا الهاجس هذا كان شبح الارهاب وشبح الاغتيالات يعني الممنهجه والتي تستهدف رجال الاعلام واللي ذهب ضحيتها الكثير والكثير سواء في ولايه باتنا ولا منطقه الاوراس ولا على المستوى الوطني بشكل عام، لانه اعتقد يعني كان نوع من الكفاح يعني أسبح بالكفاح يعني كان تمسك بالمهنة يعني. كان تمسك بالمهنة واستماتة كبيرة يعني الصحفي ولا كيشغل يلبس ثوب المجاهد يعني. يعني حتى كان إعلاميين لقوا حد فهم أنا ذاك في حوادث عمل من وكالة أنباء الجزائرية، نعم، من حتى تقنيين من إذاعة باتنا في بداية البث. فعلا راح ضحية يعني كثيرا. قصدك إذا كان المجاهد كان هز السلاح يعني في عز الحروب، كذلك الصحفي في تلك الفترة يعني كان هز سلاح القلم، وبالتالي كان عنده رسالة نبيلة كان يحرص عليها ولو أنه ولو كان يستهدف ولا يكون ربما هو ضحية سلك الفاتورة. وبالتالي الآن يعني لازم نتذكروا هذاك الفترة وهذيك الفترة العصيبة ونتذكروا هذاك الجيل اللي كان مكافح ربما ما كانش عنده غاية مادية ولا أطماع ولا غيرها، بقدر ما هو أنه يرفع راية المهنة في حد ذاتها ويحاول ينور الرأي العام بمختلف الأخبار. يعني كان في الميدان وأعطوا نماذج مميزة في تلك الفترة. قلنا اللي مرت بها الجزائر يعني كانت فترة صعبة، لكن الإعلامي بقى نقولوا احنا محارب، بقى محافظ على الرسالة الإعلامية وصامت، وهذا ربما كان اللي كرس ربما حجر الأساس لمواصلة وترقية المهنة نحو الأفضل بمرور السنوات وبمرور الأجيال. على ذكر المشهد الإعلامي، كافية رانيا من الإعلاميات البارزات في ولاية باتنا، مراسلة صحفية للعديد من وسائل الإعلام سواء الفضائية أو الإلكترونية، كيفاش تشوفي المشهد الحالي على مستوى ولاية باتنا في ظل هذا التنوع، في ظل هذا الزخم، إعلام مكتوب، إعلام مسموع، إعلام تلفزيوني اللي بدأ يبرز بأسماء شابة من ولاية باتنا، خاصة في ظل تواجد العنصر النسوي لتمثله؟
أكيد الاهتمام بالصحافة الإلكترونية بات أمر ضروري، خصوصا بعد توطين المواقع الإعلامية الإخبارية. أصبحت في كل ولاية ربما نجد أكثر من 5 مواقع إخبارية. لما تقدمه هذه المواقع من خدمة جوارية للمواطن وللإعلام الجواري، وبالتالي راهي تعمل عمل همزة الوصل بين المواطن وبين الوسيلة، بين المواطن وبين الوسيلة الإعلامية. وبالطبع للإشارة، وزارة الاتصال طبعا تسعى إلى أن يصل عدد المواقع الإخبارية إلى 500 موقع إخباري. هذا الواقع فرض أيضا على الصحافة التقليدية ضرورة التوجه هي الأخرى إلى الانتقال الرقمي والإلكتروني بسبب التحديات التي فرضتها الصحافة الإلكترونية الواسعة الانتشار، بل أصبحت حتى الصحافة الإلكترونية ربما تنافس القنوات التلفزيونية. نعم. هشام، بالرجوع لجمعية المراسلين الصحفيين الأوراس كتنظيم فاعل في الساحة وفي المشهد الإعلامي، كيف يتم اختيار في كل سنة المواضيع المدرجة للمنافسة بين زملاء الإعلاميين واختيار القطاعات التنموية؟ يعني 3 قطاعات إلى الآن: السياحة، الفلاحة والصناعة. أكيد قلت لك في بداية الحديث أخي حسان أنه الإعلامي لا يعيش بمنأى عن محيطه وعن مجتمعه وعما يدور في وطنه. فما نلاحظه في الآونة الأخيرة في بلادنا هو ذاك التوجه نحو دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام بالتركيز على هذه القطاعات الأساسية في قطاع السياحة في ظل المكنونات التي توفر بها بلادنا وخاصة ولايتنا، الفلاحة أيضا ليعتبر عصب الاقتصاد، ثم الصناعة. لماذا هذه السنة قطاع الصناعة؟ بعد يعني التعديلات الجمهورية التي عرفها الاستثمار. الاستثمار طبعا، وما عرفته ولاية باتنا تحديدا من تسهيلات ومرافقة جادة للمستثمرين بشهادتهم، يعني تسهيلات هامة سمحت لهم بإعادة بعث مشاريعهم، الحصول على العقار الصناعي، إنشاء أو برمجة إنشاء عديد الوحدات، لا ليس الوحدات الصناعية بقدر ما أتحدث عن المناطق النشاطات صناعة. نعم، ما يتيح يعني للمستثمرين سهولة في تجسيد مشاريعهم، وأكيد فتح الأبواب أمامهم لطرح الانشغالات والتكفل بها في وقت سريع. هذا خلق طفرة في الحركة التنموية على مستوى هذا القطاع، لهذا كان تفكيرنا نحو هذا القطاع من أجل يعني أننا ندعو كل الزملاء والزميلات في ولاية باتنا لإعداد روبرتاجات ميدانية تكون في الغالب دقيقة. وهنا نفتح قوس أننا على مستوى الجمعية لا نفرض على الزملاء أن المواضيع تكون يعني تم بثها في مواقعهم الإلكترونية أو قنواتهم التلفزيونية والإذاعية أو حتى في الجرائد المكتوبة، لأنه قد يكون صحفي يعني لم يمر على هذا القطاع كثيرا منذ أن أنجز عنه ربما روبورتاج تم بثه، فيجد صعوبة في إعادة بثه من جديد عبر تلك القناة. فتحنا يعني المجال أنه المهم أنه ينجز روبورتاج ميداني جديد لهذه السنة 2024 حول قطاع الصناعة، يبرز من خلاله ما يكتنزه القطاع وأيضا العراقيل إن كانت لا تزال حتى نوصلها للمسؤولين من أجل التكفل بها، لأن الإعلامي عنده دور مزدوج مرافقة الحراك التنموي، وفي الجهة المقابلة أيضا طبعا نقل الانشغالات ورصدها وإيصالها للمعنيين للتكفل بها. هشام، تحدثت على أنماط المسابقة الأربع، من يتولى تقييم هذه الأعمال؟ هل هم إعلاميين من داخل الجمعية أم ربما حكام إن صح التعبير محايدين من الجامعة أو من قطاعات أخرى حتى يكونوا بعيدين عن الأسماء الإعلامية المشاركة ويكون تكون نزاهة وشفافية في التقييم؟ نعم طبعا، هذا المسابقة في نظري لا تزال فتية لأنها في العام الثالث فقط من تجربتنا في هذه المسابقة بهذه الطريقة. طبعا زملائنا من سبقون على رأس الجمعية سبق لهم تنظيم مسابقات مماثلة بطريقة أخرى. احنا على مستوى المكتب التنفيذي للجمعية ارتأينا أن ننظمها بالشراكة مع القطاعات المعنية حتى تساعدنا أولا في فتح الأبواب أمام الزملاء وتسهيل المهمة أمامهم لإنجاز الروبورتاجات، ما إعطائهم المعلومات، استقبالهم، التحدث إليهم، حتى وإن كانوا يعني في اجتماعات أو ما إلى ذلك نحاول أن نتوسط من أجل أنهم يسهلوا لهم المهمة. ثم أيضا مرافقتنا في توفير جوائز قيمة، لأنه الصحفي لما يجتهد يستحق تقييم، يعني يستحق جائزة في المستوى، لا تكون هكذا شهادة شرفية أو ما إلى ذلك ثم يحس بأنه جهده لم يؤتي أكله بالطريقة المناسبة.
فنصل إلى سؤالك أخي حسن بخصوص الأصناف الأربعة كما ذكرت، هي الصحافة المكتوبة، الإذاعية، التلفزيونية والإلكترونية. أما لجنة التحكيم فللعام الثالث طبعا نختار لجنة مغايرة. في العام الأول اختارنا الأستاذين القديرين عبد الحميد بوشوشة ونور الدين ضروي، صحفيان يعني من الجيل القديم، قامتان إعلاميتان لهما تجربة كبيرة، والآن هما أستاذان في جامعة قسنطينة، فيجمعان بين الجانب المهني والأكاديمي أيضا. العام الماضي اخترنا الجانب الأكاديمي لوحده مع الأستاذتين الفاضلتين سهام بوزيدي ونمار نريمان من قسم الإعلام في جامعة باتنا، كان لهما أيضا بصمة متميزة، وباعتبارهما يعني كونتا أجيالا وأجيال من الصحفيين، لسيما بالنسبة للأستاذة سهام بوزيدي. هذا العام أيضا عدنا إلى الطريقة الأولى اللي تتعلق بأساتذة في الجامعة، وفي نفس الوقت سبق لهم أن كانوا يعني يمتهنوا مهنة الصحافة، وهما الأستاذان الفاضلان بروفيسور يوسف بن يزا، صحفي سابق في ولاية باتنا في عدة طبعا يوميات، وأيضا الأستاذ شادلي زقادة اللي كان رئيس مكتب الخبر على مستوى ولاية باتنا، والآن هو أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة باتنا، وهما الأوراس سابقا طبعا يملكان تجربة كبيرة في الميدان، وهما يعني أستاذان يحكمان مسابقات الدكتوراه على مستوى عالي جدا. وهذه المرة أيضا والحمد لله أنهما يعني وضعا مجموعة من المعايير دقيقة جدا في مراجعة الأعمال، وصرحا بأنهما لاحظا أعمال في المستوى لا بأس بها، يعني تستحق التثمين وتستحق أن تحكم بطريقة دقيقة جدا. نعم. زميل صالح سعودي، لما نتحدث على المشهد الإعلامي المحلي على مستوى ولاية باتنا أكيد نتحدث في كل مرة على إضافة إضافة فقط وي. يعني خاطر ما نضيعوش الفرصة بدون الإشادة يعني بما يقوم به يعني تقوم به جمعية المراسلين الصحفيين والمراسلين ورأس باتنا يعني برئاسة الأستاذنا القادر هشام أرزقي، يعني العودة الثانية العودة الثانية، ولكن اللي حابب نقول العودة الثانية يعني تزكية بالإجماع بالإجماع. نعم أنا يعني هذا يدل على شيء يعني أنه يعني جمعية تقوم بعمل جهد ملحوظ، يعني جهد نوعي ولمسة ظاهرة وكذلك يعني من احتضافة نوعية، وخلتنا أنه نحتفل صح باليوم الوطني الصحافة ونحتفل باليوم العالمي يعني خطوة نحو الاحترافية. نعم يعني نكونوا صراحة يعني نهضروا بين مستوجبين في سنوات سابقة ربما أنا عايش مشهد الصحافة هنا في باتنا نقول منتصف التسعينيات ولا على الأقل 97 نهار كي ديت الباكالوريا كان فترة معينة نحسوا بلي رانا يتامى، يعني واحد ما يقولنا أنا وشرك لا بخير يعني في المناسبة هذه تاع اليوم الوطني. ما عشت هذه اللحظة هذه لازم نقولها بكل صراحة، وبالتالي يعني أنا كي نشوف هنا تدخل فيها نوع من المقارنة والمقارنة الموضوعية، يعني الشيء اللي يقوم به الآن أستاذ هشام رزقي يعني الطاقم نتاعو في جمعية الصحفيين المراسلين باتنا يعني يستحق الشكر ويستحق التنويه والإشادة. كذلك كنشوف راه تنوع بين النشاط الميداني بين رحلات النشاط الأكاديمي الأيام الإعلامية، كذلك الالتفاتات الإنسانية التضامنية وكذلك المبادرات اللي ربما تخدم الزملاء المهنة من الناحية الاجتماعية. هذه أمور كثيرة، تخيل البارح مثلا برمجوا رحلة إلى مدوكار وهي تتم لرحلة سابقة في مناسبة سابقة، تخلي حتى زملاء المهنة ربما تعطيهم فرصة يتلقوا، وفي فرص نقولوا احنا في مناسبات بعيد عن ضغوط المهنه، احنا الزملاء ساعه ربما يتلاقوا في مجال معين واحد ما ولاتي بواحد يعني ضغط المهنه ومع البيشان العمل انشغالات انه كيروح زياره الى منطقه اول اكتشاف المكان، يعني جنوب الاوراس اللي ربما اكتشفوا البارح اول مره قال لك احنا كاين التمر في عاصمه في ولايه باتنا صحيح في ولايه باتنا، ويشوفوا هذاك الجانب الماضي التاريخي نتاع المدوكال الماضي العمراني البساتين الأثرية. نعم اللقاء بشكل بسيط وغيرها، هذيك الامور تخلي ربما تبعث واحد الراحة النفسية الإنسان الصحفي بعد ضغوط أيام كثيرة، يعني شرط تحفزه نهيك. قلنا هذاك المسألة نتاع زيارة زملاء المهنة، احنا بك شكون اللي يقيم الناس اللي يعرف قيمتهم، يعني كان كيشوف الإنسان مثلا زور زملاء مهنة اللي تقاعدوا وعندهم وراه مشوار طويل من المرضى والتضحية واللي خدموا في فترات صعبة واستثنائية، كانت أمثلة كثيرة مثلا الشادي زكادة راه مشوار طويل، مثلا شوفوا أستاذ علي بن قاسم ربما كاين زملاء أخرين قبل مصحوري ذكروا حتى الجيل تاعك ما ذاك الوقت أستاذ سليمان براكتا موسي حياوي وحسن مونيا وكانوا من القدامى على كل هاي متميزين في الصحافة المكتوبة وغيرها، يعني هنا يخليك ربما يعطيك واحد البعد أنك
تولي تشوف الماضي إلى حد ما القريب والبعيد للصحافة وتحول. سمعت لي أيضا أخويا صالح حتى لما تفكرنا يعني المرحوم جميع حشاشنا باستضافة العائلة تاعه وتكريمها، يعني أنا شخصيا ذاك الموقف لن أنساه طيلة حياتي. تكريم ما نحن درناه بكل عفوية يعني، وذكرنا واحد من القامات الإعلامية في ولاية باتنا اللي غادرنا في صمت، ولكن لما جبنا العائلة تاعه وكل الزملاء كانوا حاضرين وشاهدنا ذاك المشهد، ويعني تقشعر الأبدان فعلا في تلك اللحظة. فأنا شخصيا وبالنسبة للجمعية تلك اللحظة فارقة في نشاطاتنا فعلا. إذا هضرنا أستاذ جميع الشاشة الله يرحمه، أنا شخصيا ما هضرتش معهم، ما كانش عندي لقاءات مباشرة معه، لكن أنا نعرف قيمة القلم نتاعو. هذاك الوقت في أسبوعي تلسى بها الأورس رأوه، كان عنده واحد الجرأة في الكتابة، وكان يميل إلى المقالات المطولة، المقالات التحليلية، كذلك كتب حتى نقوله المسكوت عنه من بعض القضايا التاريخية هذاك الوقت في قضية تخص الثورة، يعني حوار مجاهدين ربما من الناس الأولين اللي ترق إلى بعض القيادة من بينهم العقيد الشعباني وغيرها. يعني إحنا نقوله كان أسماء سواء فارقت عين الله يرحمه ويوسع عليها وأخرين اللي راه مازال على قيد الحياة وبمقدوره أنه يستفدوا من خبرتها. يعني هضروا على الجانب الإنساني، لأنه الأجيال هذا الصاعدة بالإعلاميين لازم يتفكروا بلي انه كاين اجيال سابقه، اجيال مؤسسه، خطوات سبقت، نعم سبقت، هي اللي راهي بنات، وبالتالي لا بد ان نروح للمنبع، نروح لاسورس باش ديما نستافدوا منهم، او على الاقل نقيموا جهودهم من باب الاحترام ومن باب نقولوا تكامل الاجيال ان صح التسميه. كذلك هذه المساله المسابقه اللي نهضروا عليها، انا مسابقه قلتها للاستاذ هشام في وقتها وماهيش مجامله ولا غير، نقول هذا كعلمك شوف انا نعتبر المشاركه بهذا في هذه المسابقه تصنف في خانه الفرض. لماذا؟ درك الناس تشوف راهي تجتهد وتوفر لك تتعب لجان تنظيميه تسهر عليها، لجان تحكيم يعني في مستوى عالي اكاديميا، سبونسور تمويل، سبونسور نعم، جوائز قيمه كذلك اكاديمي تحصل على تقييمها يعني بدقه. انا شخصيا كصحفي من لازم باش نساهم في نجاح هو اني نشارك، خلي ما نجحش ماشي مشكل، لكن اني نساهم. وبالتالي انا مستغل هذه الفرصه يعني باش نقدم تشكراتي للاستاذ هشام ومن خلالها الطاقم يعني اسره الجمعيه على العمل المبذول. نتمنى ان شاء الله ديما الاستمراريه والنفس الطويل بالشكل الذي يخدمه الاعلام في باتنا وخارج باتنا. وبالمناسبه كي نشوف حنا روحنا هنا نفرحوا، لانه كي نسمعوا ربما اصداء من ولايات اخرى ربما يغبطون، انا يصح التعبير بالشاويه بالعربيه يعني كشان هذه، لانه الغبطه تجي اسمها هي عكس الحسد على كلها. الغبطه انه نقولوا عنده ما تحسدش، كي يشوفك انت من ولايه اخرى يشوف هذاك النشاط اللي صار في ولايه باتنا يشوف راك قطب، يعني راك يعني حاجه تستحق، هي فخر لنا كامل. يعني الجمعيه راهي كما نقولوها رفعت رايه الاعلام في باتنا من خلال انشطتها المتميزه. نعم رانيا، انت من الاعلاميات اللي شاركوا في المسابقه اللي نظمتها جمعيه المراسلين الصحفيين الاوراس، وتحصلتي في السابق على جوائز، كيفاش كانت التجربه تاعك مع المسابقات الجمعية؟ اولا وقبل كل شيء اشيد بالمجهودات الجباره اللي تقوم بها جمعيه صحفيين المراسلين الاوراس وعلى راسها السيد هشام ارزقي. يعني المسابقات كانت كلها بالنسبه لي كانت ثمينه، يعني كانت المشاركه كشغل نحسوا بلي لازم تشارك في هذيك المسابقه من اجل تقييم اعمالنا. صح كنا رانا خريجي اعلام ايتو، بصح ما لقاوش شكون اللي يقيم الاعمال تاعنا، ما لقاوش شكون اللي يوجهنا، كاش فضاء المنافسه ايضا، ما كانش فضاء. نعم بصح في هذه المسابقه هذه تحس انه كاين اللي يوجهك، تحس كاين اللي كل مره نعملوا على تحسين الاعمال تاعنا. كنا في المفروض في الطبعه السابقه كنا شاركنا في مسابقه حول السياحه في ولايه باتنا، انا وحده ما كنتش عايشه هنا في ولايه باتنا، وفي هذيك المسابقه وبهذاك الروبورتاج رحت لاماكن جديده خرجتي. تعرفت عليها تعرفت على اماكن جديده ما كنتش نعرفها من قبل. نفس الشيء في الطبعه الثانيه الخاصه بموضوع الفلاحه اللي كنت شاركت بموضوع مشاركه المراه الريفيه في نفس الشيء، هي مش من الولايه ودارت ريبورتاج على المراه الريفيه ايضا. رغم التحديات ورغم الصعوبات اللي واجهتني في هذاك العمل، يعني بطبيعه المنطقه اللي يعني تخلي المراه انها ما تحبش تظهر في وسائل الاعلام، الا انه الحمد لله كان عمل اتشرف به. نعم هشام، اجماع على ان الترويج السياحي لجمعيه المراسلين الصحفيين الاوراس للمعالم السياحيه بولايه باتنا لمسه مميزه للجمعيه من خلال زيارتكم لعديد المناطق السياحيه مثل ماركوندا، منطقه منعا ومدوكال. ماذا اضافت هذه الزيارات الاستطلاعيه الاستكشافيه للزملاء الاعلاميين لاكتشاف مناطق ربما البعض منهم يجهلها؟ نعم
كما قال الأخ صالح سعودي منذ حين أنه تصور هذه الرحلات وعلى متن مركبة واحدة كل الزملاء يعني أحيانا 10 حتى 15 حتى 20 في كل رحلة وكلنا في مركبة واحدة نتبادل أطراف الحديث نتبادل تجارب ربما في مختلف أعمالنا ثم ننزل ميدانيا لتلك المناطق ونراها بعين واحدة وكل إعلامي أكيد عنده زاوية وخلفية وربما مطالعة أو اطلاع سابق على تلك المنطقة هنا حتى الزملاء كانوا حتى اللي يدخلوا في نقاشات مع أهل المنطقة مع المرشدين السياحيين نلقاهم لأننا نحن ما ننظموش يعني هذه الرحلات هكذا لوحدنا ننسق مع أهل البلدية وبعض الجمعيات المهتمة بالسياحة في كل بلدية نزورها مع مديرية السياحة طبعا لولاية باتنا نشكرها من هذا المنبر أيضا اللي دائما ترافقنا وتقدم لنا كل التسهيلات لحد الآن زرنا بلدية منعة بلدية حيدوسة بلدية أو منطقة ماركوندا في بلدية تكسلاند بلدية بوزينة بلدية تغرغار وبالأمس القريب فقط بلدية متوكال فتلاحظ أننا في كل مرة نتوجه نحو جهة من جهات ولاية باتنا اللي تعتبر ولاية قارة ولاية حتى من حيث المناخ يعني يتنوع من جهة إلى أخرى فتصور أننا نفكر في المنطقة التي تناسب شهر أكتوبر والمنطقة الأخرى التي تناسب شهر ماي بناء على الطقس هذا أيضا من أشياء التي تساعدنا على نوع ما احترافية حتى في اختيار برمجات نعم في برمجة الجهات خرجت. التي نختارها نصل إلى أنه كل زميل من الزملاء اللي يزوروا معنا هذه المناطق ينجز روبورتاج من زاويته فتلك المنطقة تستفيد آليا من تلك الرحلة من خلال روبورتاجات في مختلف وسائل الإعلام في بلدية بوزينة مثلا المرة الأخيرة لما زرنا يعني لا بوزينة السد يعني والفلاحة اللي تميز بها المنطقة يعني الحمد لله المكالمات التي وردتنا والرسائل من أهل بلدية بوزينة مشجعة جدا نفس الشيء في مدوكال أيضا في تغرغار وهذا الشيء يعني اللي حفزنا للعمل أكثر إن شاء الله في المستقبل حتى يكون كما قلت دائما أنه الإعلامي دوره محوري جدا وهام في تسليط الضوء على مختلف المناطق لا سيما وأنه يحتفل كما يقول على طريقة رابح سعدان في الرياضة ألعبوا متعونا واستمتعوا أنتم أيضا فإحنا نستمتع بالرحلة ونمتع الجمهور اللي ناخذوه معنا في هكذا عبر الفيديوهات والمنشورات اللي ننشرها على الأقل في الفيسبوك والتقارير اللي تكون إن شاء الله تأتي أكلها تنمويا لصالح المنطقة نعم. وذلك أيضا يساهم في تغطية أو توسيع التغطية الإعلامية لمختلف مناطق ولاية باتنا 61 بلدية 21 دائرة صالح قلت منذ قليل أنه لما نتحدث على المشهد الإعلامي الأوراسي خاصة في عاصمة الأوراس باتنا نتحدث كثيرا على الإعلام التاريخي الإعلام الرياضي والإعلام الثقافي لأن ولاية باتنا مميزة في هذه المجالات هي منطقة تاريخية بامتياز رياضيا عندها فرق وأندية عريقة سجلت حضورها في تاريخ الساحة الرياضية وأيضا من ناحية ثقافية من خلال عادات وتقاليد من خلال ما تكتنزه من مكنونات ثقافية كيف ترى مساهمة الإعلام المحلي بولاية باتنا في الترويج لهذه المجالات خاصة في ظل الرقمنة والتطور في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال فعلا في الحقيقة يعني المساهمة أكيد فعالة وكذلك في حاجة إلى مزيد من المساهمة لأنه في ظل نقول إحنا التطورات الحاصلة في الولاية وتتوفر عليه الولاية ولاية باتنا يعني بشكل عام في هذه الجوانب تتطلب الكثير من المرافقة والمتابعة والتغطية وتسليط الضوء إذا شفنا درك عن الجانب الرياضي يعني درك نشوف الكثير من الناس اللي هم يشوفوا هذا يسموه الجلد منفوخ هو لعبة عن لعبة وعبارة عن ترفيه ومضيع الوقت في بعض الأحيان في الحقيقة هو أن المختصين والعارفين بهذا الأمر يعني كرة قدم ربما لا الرياضة بشكل عام لا تقل أهمية عن السياسة ولا تقل أهمية على الاقتصاد وغيرها من الجوانب وبالتالي الكثير حتى نشوفه إذا كان تشوف شكون هي الولاية المتطورة ولا البلد المتطور بتشوف إيش الاقتصاد نتاعه كذا شوف مباشرة الرياضة نتاعه أي مخان أخي كل الألعاب الأولمبية اللي مثلاً كذا شوف ترتيب تاع بلي الدول المتطورة هي اللي راهي ربما تبوء المراتب الأولى هو شيء أكد بلي الآن الرياضة ولا تصبحت يعني اقتصاد في حد ذاته وبالتالي حتى لو كان تشوف كين فرق كبيرة عالمية ميزانيتها راهي تعادل الدول يعني وربما تزيد أكبر من تزيد عند دول أخرى وبالتالي هنا الرياضة راهي تكتسي أهمية كبيرة وإحنا في ولاية باتنا إذا شفنا عندنا قطبين الكرة الباتية مثلاً شباب باتنا ولاية باتنا وفي
فرق أخرى. يعني كتشوف مثلا يكون لقاء محلي ولي عرس كروي ولي استقطاب ولي فرصة أول للامتاع الكروي، فرصة الحضور الجماهيري، فرصة النشاط ربما التجاري، كذلك فرصة لاكتشاف الكثير من المسائل التي يكشف هذا العرس الكروي. وبالتالي من الناحية هذه نشوف عليه الإعلام في المحلي يعني في ولاية باتنا يواكبه بشكل جيد، وبالتالي يسلط الضوء على تفاصيله، وبالتالي هذا يسمح للمتلقي المهتم بهذا الجانب اللي هو الجمهور الرياضي بالاستفادة وكذلك المتابعة وحتى المقارنة بين ما يراه ميدانيا وكذلك ما ربما يغيب عنه وتسلط عليه الكاميرات والأقلام. نعم خاصة كذلك بالنسبة للجانب التاريخي، جانب الأخير كذلك مهم جدا، يعني ولاية باتنا لها تميز، يعني لها علامة مسجلة في الجانب التاريخي سواء أثناء الثورة التحريرية سواء سنوات سابقة، يعني عامقة الجذور الثورات الشعبية. نعم، وبالتالي هنا كذلك الآثار الرومانية وغيرها، وبالتالي ولاية باتنا هي تحتاج إلى الكثير من الثورة في هذا الجانب، يعني الكثير كذلك لا ربما يعير اهتمام الجانب التاريخي، لكن في الحقيقة احنا نقولوا من لا يعني الإنسان اللي عنده من لا ماضي لها راه مشكل، سما كاين الناس راهي تحوس تشري الماضي نتاعها، اذا كان كذا كاين دول معينه تحاول كيف تصنع الماضي نتاعها، احنا عندنا الماضي راه زاخر ماري ثري وكل شيء لابد من اثرائه لابد من ربما توثيقه يعني. خاصة انه الاسماء القادمه من الاعلاميين يعني تناولوا مواضيع هامه في المجال التاريخي، يعني في الصحافه المكتوبه في بدايه التسعينات وثقوا كتابيا، لكن اليوم الزملاء الاعلاميين في الوسائل السمعيه البصريه مطالبون ايضا بالتوثيق السمعي البصري، لانه الشيء اللي يبقى للاجيال والشيء اللي يقدر نقدروا نداولوه خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي بكثافه. يعني طبعا هذا مهم جدا، يعني هذا هو اللي بغيت نقوله، يعني باللي هذا الماضي يحتاج الى التدوين والتوثيق وكذلك التسويق، لانه كنشوفوا الان الثوره التحريريه مثلا انطلقت من باتنا، انطلقت من الاوراس وغيرها، درك هذا السؤال مطروح، يا هل ترى طرحت واحد السؤال نقولوا الاوراسيين راهم في جرو الثوره، يا هل ترى نجحوا في تدوينها ودوين تفاصيلها، وبالتالي هنا راه واحد التحدي كبير حقيقة كيرجعوا للماضي، مثلا بعض الجرائد السابقة منها جريدة الأوراس يعني العمومية كان عندها واحد ركان يعني ساهمت في شهادة يعني مسيحية ويكتب على متفع كروش يعني نعم مسيحية ثورات الشعبية صلاح الدين صلاح الدين تيمكني كان عنده مساهمة كبيرة يعني في التاريخ القديم والحديث والمعاصر تاع يعني في ولاية باتنا وغيرها من الأقلام التي كانت لها دور كبير. احنا شوفوا كمثال برك يعني نهضروا على الثورة التحريرية اللي راهي قريبة لينا شوي، لأنه يعني كانت تفوت شوية سنوات تولي عبارة عن أسطورة، يعني مالها صانعيها راح يغادروا يوم أو غدا كما احنا راح نغادروا على كل حال، رانا في طابور كامل، ولكن كيفوت يعني منين راح وراه الشهادات منين راح تجيبها. الآن كيشوفوا الأوراس تاع التسعينات عدة شهادات مهمة راهي عبارة عن وثائق مهمة للباحثين والمهتمين. نعم، إذا كان هضرت على متفع كروش اللي كتبوا الأستاذ مثلا أستاذ موسى يحياوي، نشوف مثلا مسعود قص الماضي اللي كتبوا أستاذ شادري زكادة مع دكتور حميد علاوي وغيرها من شخصيات والأقلام وغيرها. وبالتالي احنا الآن إليه إذا سمحت لي أخي صالح فقط في ذات السياق، يعني وفي دائما حفظ الذاكرة، الحصص الهامة جدا اللي تم تسجيلها على مستوى الإذاعة الوطنية ولا سيما إذاعة الجزائر من باتنا، الأستاذ جمعي بومهراف، الأستاذ سليم بومهراف، نعم كانوا سجلوا الكثير من الحصص وشهادات تبقى خالدة على لسان من صنعوا تاريخ الملاحم التاريخية. صحيح صحيح، هذا يعني قصدك يعني راهي اجتهادات كبيرة وفي نفس الوقت تستنى تحديات كبيرة، لأنه مهما لأنه إليها أكيد الحس المصورة وإلى ذلك. طبعا 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 سي شعب، يعني قصدي واش بغيت نقول يعني بناء على الثقل التاريخي تاع المنطقة أكيد هناك جهود كبيرة على مر السنوات السابقة، لكن في نفس الوقت لازم تحديات كبيرة ربما لمساهمة في جمع ما يمكن جمعه. أكيد الصحافة الورقية قامت معها وما زالت تستناها تحديات من أجل توثيق مع شهادة مع مجاهدين، كاين مجاهدين راهم دوكا في 90 ولا كذا، مازال ربما في ذكرتهم الكثير والكثير انهم ربما لم يقولوها ولم تتح لهم فرصة تسجيلها، كما كانت اجتهادات تسجيل مع مجاهدين وقياديين. كذلك اكيد يعني الصحافة الان في السمع البصري والإذاعة والتلفزيون كذلك لها دور كبير في نقولوا احنا في التوثيق في الصنع ربما البحث نعم انجاز افلام وثائقية، وهذه ديجا ثقافة الافلام الوثائقية بدات تنتشر يعني في السنوات الأخيرة، وبالتالي أعتقد بأن هذا الجانب يحتاج إلى ثورة حقيقية لا تقل قيمة عن الثورة الميدانية التي تمت ثورة التحرير ولا ثورة المقاومات السابقة. نعم رانيا كافي، نعود لك كعنصر نسوي ممارس لمهنة المتاعب، بالنسبة لك لما تخرجي يوميا لإنجاز الروبورتاجات والتقارير والتغطيات، وشني هي العراقيل اللي تواجهيها خاصة كامرأة؟ نعرف أن ظروف العمل تختلف بين الرجل والمرأة من خلال التنقل، من خلال عديد من المسائل،
كيف ترفعين التحدي يوميا لأداء رسالتك الإعلامية؟ أكيد يعني في مهنة المتاعب كما أنا نعاني فيها يعني وزملاء كامل في هذه المهنة هذه، بلك تواجهنا صعوبات أثناء زعما عمل لي سونداج برا، العراقيل استجوابات ربما لطبيعة المجتمع الباتني اللي ما يتقبلش هذا النوع ولا اللي ما يتقبلش تفرض عليه أنه يهدر في موضوع معين. بالإضافة إلى كثير من الصعوبات اللي تواجهنا في بعض الأحيان، بعد المسافة، ولاية باتنا ولاية شاسعة وكبيرة بزاف. هذا ما كان فيما يخص الأشياء الأخرى، يعني الحمد لله نلقوا مجموعة من التسهيلات سواء من البلديات ولا من المواطنين، نعم نلقوا تسهيلات كبيرة. يعني فيه تعاطي مع الأسرة الإعلامية فيما يتعلق بتوفير المعلومة، خاصة نعم. أنه رغم قلة الإمكانيات، يعني في السنة الأخيرة يعني لاحظنا ظاهرة أنه تقريبا كل المؤسسات والإدارات أصبح عندها مكلفين بالإعلام ليتواصلوا مع الصحافة لتقديم نعم. ربما إذا هدرت برك هلا سألت زمن الثورة الإعلامية، كذلك ثاني ثورة العنصر اللي سعني كان زميلات الله يبارك في الميدان راهم يجتهدوا، راهم ربما دخلوا الميدان بقوة، راهم يزاحموا فينا يا أستاذ، يقدموا إضافة يعني نوعية، وهما ثاني في وسط زملائهم يعني راهم يعني يلقوا كل الترحاب وكل الشعب ورانا نتنافسوا بشكل. ربما في وقت سابق تلقوا باللي العنصر النسبة كان قليل محدود. بالمناسبة مثلا تفكر ربما أستاذ عبد اللي فاطمة عبد اللي مثلا فاطمة عبد اللي في التسعينيات ربما واللي لازالت حتى اليوم الأستاذة نعيمة طمين في وكالة نعم نعيمة طمين كانت زميلة فاطمة عبدلي، كذلك أعتقد كان واحد عشاشنا نسيمة أعتقد نسيمة. المهم أعداء سماء من ناحية الصحفيات يعني كان عدد قليل، الآن الحمد لله يعني المجال راه متاح لتسهيل المهام، يعني كذلك في الكثرة والنوعية وبالتالي هذا يخدم الإعلام بشكل عام. هشام، رجعوا النشاط يوم 22 أكتوبر على مستوى مركز البحث مركز البحث العلمي لجامعة باتنا 2، نشاط ثري سيتم الإشراف عليه من طرف السلطات المحلية بتنسيق طبعا مع الجمعية، وشنو هو البرنامج راح يكون يوم 22؟ طبعا يوم 22 أكتوبر اللي هو اليوم الوطني للصحافة راح يكون فيه النشاط الرئيسي والرسمي لجمعية المراسلين والصحفيين الأوراس لولاية باتنا تحت الرعاية السامية لسيد والي ولاية باتنا دكتور محمد بن مالك، لنوجه له تحية بهذه المناسبة. أولا على تواصله وفتحه كل أبواب أمام الجمعية من أجل التنسيق للعمل حضور النشاطات حتى تثمينها في كل مرة نلتقي به على الهامش في خرجاته أو في الحصة التي نجريها معه، إلا ويثمن الدور اللي تقوم به الأسرة الإعلامية عامة في ولاية باتنا ومرافقتها لجهود الدولة، ثم النشاطات الجمعية اللي يأكد لي في كل مرة على الهامش بأنها فعلا نشاطات متميزة، ونحن نعتز بهذه الشهادة من المسؤول الأول على مستوى ولاية باتنا. قلت أنه اليوم راح ننظمه اليوم الإعلامي تحت عنوان الاستثمار في مجال الصناعة لدفع الاقتصاد المحلي وترقية الولاية إلى الطليعة، عنوان شامل يعني يختصر المضمون. راح تكون فيه ثلاث مداخلات رئيسية للسيد مدير الصناعة والصيدة والإنتاج الصيدلاني بولاية باتنا الأستاذ مناصري جلول، لنوجه له أيضا هو التحية لتعاونه من أجل إنجاح المسابقة، حول القطاع وواقعه وتطلعاته وأفقه المستقبلية. المداخلة الثانية للأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الأوراس لولاية باتنا، اللي ما يعرفهاش أيضا عندها دور كبير في مرافقة متعاملين اقتصاديين ولا سيما في قطاع الصناعة والتجارة. والمداخلة الأخيرة راح تكون لزميلنا الإعلامي القدير بقناة الجزائر الدولية الجي 24 الأستاذ وليد مذكور، وهو أستاذ صحفي عفوا يقدم برامج اقتصادية، طلبنا منه أن يقدم أيضا مداخلة حول الصناعة في الجزائر بصفة عامة ودور الإعلام في مرافقة هذه الجهود. راح تكون أيضا كلمة لرئيس لجنة التحكيم حول المسابقة، تقييم الأعمال التي قدمت، طب كيف تم العمل، المعايير التي عملوا بها، ثم الشيء الأساسي اللي ينتظره كل زملاء وإحنا تتويج الفائزين في المسابقة اللي نتمنى من هنا نبارك لهم للفائزين يعني تتويجهم واستحقاقهم أنه يفوزوا، وحظ أوفر إن شاء الله للزملاء الذين لم يحالفهم ربما الحظ. وكما تابعنا في الطبعتين السابقتين كان فيه زملاء فازوا في الطبعة الأولى لم يفوزوا في الطبعة الثانية، وزملاء فازوا مثلا في المرتبة الثانية ثم بعد في المسابقة الثانية حازوا على المرتبة الأولى والعكس، وهكذا في كل مرة يعني نثمنوا أن الزملاء يثقون
في هذه المبادرة ويقدمون أعمال يعني متنوعة، أعمال متميزة. نتمنى لهم في كل مرة التوفيق إن شاء الله. وإحنا الشيء اللي علينا درناه يعني بشيء اللي نقدروا عليه، حاولنا أننا نحافظوا على هذا التقليد والاستمرارية، ثم الاجتهاد من أجل توفير جوائز قيمة إن شاء الله وثمينة. نعم، ويبقى التنافس متواصل مدام جمعية المراسلين والصحفيين أوراس في الميدان رائدة في هذا المجال، وتمثل الأسرة الإعلامية أحسن تمثيل على مستوى ولاية باتنا. صالح سعودي، سؤال أخير قبل ما نختمه، كيفاش تشوف يعني أفاق الإعلام المحلي في ولاية باتنا في خضم وفي ظل هذه التكنولوجيات الحديثة والتطور المتسارع لوسائل العمل خاصة؟ يعني الحقيقة الإنسان يكون متفائل يعني مع هذا الجيل الصاعد، مع جيل الشباب، جيل جامعي، جيل متكون متخصص. يعني في وقت من الأوقات ربما الناس تشتغل في الصحافة هي مش متخصصة في الصحافة، وبالتالي ممكن متخصصة في يعني تكونت في تخصصات أخرى. يعني أنا رأنا في زمن التخصص، في زمن التمرس، في زمن الميدان، في زمن الإمكانات المتاحة، في زمن الثورة المعلوماتية والثورة التكنولوجية بشكل عام. يعني لا يعني من لازم أنه نكون متفائلين، ولازم كذلك انه جميع الاطراف تجتهد من اجل نقولوا خدمه الاعلام ومن اجل تكوين الارضيه المناسبه على البروز، وان شاء الله مزيد من العمل، مزيد من صنع التميز، حتى تكون لهذه الولايه مكانتها ويعني نقولوا التي تستحقها وتسليط الضوء على جميع الجوانب التي ربما نجح فيها ميدانيا وتستحق ان تبرز وتسوق، خاصه يعني ان ولايه باتنا انجبت اسماء وقامات اعلاميه معروفه على الصعيد الوطني، فما بالك المحلي؟ فعلا يعني ولايه باتنا لها اعلام يعني ابراهيم البحري نموذجا، واسماء كما عياش ربي يرحمه، يعني اسماء يعني راهي معروفه، نذكر حتى ابو حفص بن شنوف يعني كذا، اعيد اسماء يعني سواء نقولوا احنا من اذاعه الجزائر السريه، اذاعه يعني فوق الثوره نقولوا العربي بون، تفكروا الاستاذ الكبير العربي بون الله يرحمه، يعني في مختلف الاجيال ولا العشريه السابقه، الحقب التاريخيه لها يعني اعلاميين قدموا الكثير، واحنا راكنا في زمن الشباب، في زمن الأجيال الصاعدة، في زمن نقولوا احنا جامعيين وكذلك متخصصين، يعني ما علينا انه نتفائلوا خير، وفي نفس الوقت انه ديما نقولوا توفر الامكانات والتحفيزات اللازمه حتى نساهم ربما في الاستثمار في كفاءاتنا حتى يقدموا ما يجب تقديمه. نعم رانيا، كلمه ختاميه قبل ما نختتم هذا الجلسه. إضافة لما قاله الأستاذ صالح سعودي، يعني أكيد الإعلام في ولاية باتنا تنتظره آفاق واعدة، لأنه وجب علينا جميعا ضرورة الالتزام بقوانين وأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف للصحفي، والالتزام برسالة الصحافة التي تقوم على الصدق والمصداقية والحياد. نعم هشام دينا بك، ونختم بك كلمة ختامية. الشيء كامل اللي بودنا أننا نقوله قلناه بهذه المناسبة، يبقى فقط ملاحظة أنه ولاية باتنا لا تزال تعاني في مجال الإعلام من الدخلاء على المهنة، اللي نتمناه يعني حقيقة عبر هذا المنبر من كل السلطات والجهات المعنية أنها تتدخل لوضع حد، سواء الوزارة الوصية أو السلطات المحلية، حتى لا تفتح المجال لكل من هب ودب ليدخل مجال الإعلام ويدلي بدلو ويعني يستغل هذا المهنة النبيلة في قضاء مآرب شخصية وأحيانا دنيئة جدا. هذا ما يعكر صفو الأسرة الإعلامية في ولاية باتنا. نتمنى أيضا من السلطات والإدارات والمختلف الهيئات أن تتواصل أكثر وبجدية مع وسائل الإعلام، لا سيما في منح المعلومة في حينها، من أجل يعني تسهيل مهمة الصحفي، وإن شاء الله غد أفضل للإعلام في ولاية باتنا. ونذكر مرة أخرى أن جمعية المراسلين والصحفيين الأوراس لولاية باتنا ليست فقط لمنخرطيها، إذا كان عدد من الزملاء منخرطين بشكل رسمي وبالوثائق هذا الشكل إداري لابد من تسويته مع المصالح المعنية، ولكن الجمعية تحتوي كل الزميلات والزملاء على مستوى ولاية باتنا لينتميوا ويشرفوا الإعلام في ولاية باتنا. شكرا جزيلا هشام، بالتوفيق لك ولكل زملاء في جمعية المراسلين والصحفيين الأوراس، وشكرا موصول أيضا لزميل صالح سعودي الإعلامي في جريدة الشروق والإعلامي السابق في العديد من وسائل الإعلام المحلية والوطنية على مستوى ولاية باتنا، وشكرا أيضا موصول لزميلة رانيا كافي.